اشوف بوريكم شغله بعدين بتكلم فيها. كيف حالك يا احمد؟ هذا يا جماعه انا اسف ان انا صورته، بس لازم اتكلم على موضوع الناس اللي زي هذول. اضطريت اني اجنب واتكلم على مهلي عشان ما اقعد اصور وانا اسوق، مو افضل؟ ان شاء الله افضل. الولد اللي قبل شويه تعرفت عليه وقعدت اخذ واعطي معاه وكذا، ترى انا جدا جدا متعاطف مع هذه العينات من البشر. من أصعب الأمور اللي الإنسان يواجهها، مو الإنسان بس والله يمكن حتى الدول، من أصعب الأمور اللي الدول والناس يواجهوها هي مشكلة العقل والفكر. إذا الإنسان عنده مشكلة جسدية، عنده مشكلة عاطفية، عنده مشكلة مادية، أي مشكلة ممكن تنحل، عندها 20,000 حل، إلا مشكلة إنسان متبني فكر معين أو عقليته متحجرة ما تقدر تتفهم معه، أو عايش زمن غير زمن ومؤمن فيه وكذا، هذا ما له حل. كلامي موجه لبعض الآباء وليس الكل، اللي لسه باقي عنده فكر إن أنا تربيت ونشأت على هذه الحالة فأنا لازم أربي عيالي على هذا الوضع. هذا يا جماعة غلط. أنت جيت في زمن غير الزمن اللي جاء فيه، بالإضافة لأنه في حاجة لازم الآباء والأمهات يعرفوها، ترى إذا كان دائما إحنا نتكلم عن حقوق الأبناء على الآباء، إن والله يا أخي لازم تبير بابوك وأمك ولازم تشوش طلباتهم ولازم تسوي الأمور هذه كلها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليها، لا تنسوا إنه في حقوق الأبناء على الآباء. خلينا أقول لكم قصة. جاء رجل لعمر بن الخطاب وقال: يا عمر، ابني هذا يعقني، ما يسمع الكلام والله، مطلع لي نخلة في راسي، إيش أسوي فيه؟ وتعرف عمر بن الخطاب أمير مؤمنين ورجل فاضل ومربي وحكيم، طالع في الابن وقال له: يا أخي أنت ما تخاف الله؟ ليش تعقبك؟ ليش ما تسمع كلامه؟ فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أما للابن حق على الأب؟ قال له: نعم، أن يستنجب أمه وأن يحسن اختيار اسمه وأن يعلمه الكتاب. أن يستنجب معناها لا يختار امرأة دنيئة لو جابت عيالها الناس تعايرهم بها، يختار المرأة الصح اللي هو عارف انه هذه اللي حتربي عياله. وعلى فكرة لو سوينا نسبة وتناسب، اكثر اللي يربي الام اكثر من الاب، لانه الاب هو اللي دائما برا البيت، هو اللي دائما يجلب الرزق، فالعيال دائما يتأثروا بالام. اذا كانت صالحة واذا كان سلوكها سليم ترى بينعكس على الابناء، والعكس صحيح. فنرجع لقصتنا، رد الابن وقال: فوالله ما استنجب امي ولا حسن اختيار اسمي، سماني جعلة. جعلة يقول لك الجعل نوع من أنواع الخنفساء، تخيلوا الاسم بس. ولا علمني آية واحدة من كتاب الله. فالتفت عمر بن الخطاب للأب وقال: تقول ابني يعقني، فقد عققته قبل أن يعقك. للأسف بعض الآباء إذا أنجب اللي فكره شوي قديم يعتقد أنه هذا الابن واحد من أغراضي، زيه زي السيارة، زي التحفة، زي السبحة، زي قارورة الموية، حقي والله أأكله ما أأكله، أشغله أخليه يجيب لي فلوس، أكل حقه أضربه، كيفي، حقي. لا 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 لا، مو كذا، الله يهديك، هذا كائن حي يأكل ويشرب وينام ويروح ويجي، ومخلوق من مخلوقات الله، الله اللي خلقه. صحيح أنت سبب في وجوده، وهذا الشيء أبدا ما تنسى، ولذلك واجب عليه أنه يطيعك ويبرك لنا آخر يوم في حياتك، لين لما تموت واجب عليه أنه يدعي لك بالرحمة. وهذا اللي يقول لك ولد صالح يدعو له، ومو واجب عليه أنه يطيع ويبر أباء الناس في الحي ولا في الشارع، إذا سوى الشيء هذا له أجر أكيد، لكن مو واجب زي ما هو واجب تجاهك، لأنكم الاثنين من مخلوقات الله، صار انه في شيء يحكم العلاقه بينكم، زي ما لك حقوق عليك واجبات، وزي ما له حقوق عليه واجبات. لكن كلامي هذا ما يعني انه الابناء الان يشعروا بانه يا الله لنا حقوق يجب ان ناخذها، والا لا يا حبيبي، الامور ترى الكفه مين متساويه، مو معناته انه اعطيني واعطيك، اذا ما اعطيتني ما اعطيك، هذا الكلام غير صحيح ابدا. وبالوالدين احسانا، الاب والام سبب دخول الانسان للجنه. الان الطفل البريء اللي انا قابلته قبل شويه، والله يمكن عمره وصل العمر اللي المفروض يكون يا روضة أو مدرسة، وأنا متأكد أنه ما طبها، لأني سألته سنة كم، قال لي 9 مين والناس نايمين. أنا متأكد أنه ما طلع الابن هذا أنه يطلع ويشتغل وزي كذا، إلا يمكن للظروف العائلية اللي عنده. بس إيش ذنب الولد هذا أنه يتحمل ظروفك أنت يا أب؟ إيش ذنب الولد هذا أنه ما يعيش زيه زي أي طفل في نفس المرحلة العمرية، بيتمتع بنفس المزايا اللي يتمتع فيها ابن بعمره في أي مكان في العالم؟ ولولا أننا في ديرة فيها أمن وأمان، ولا طفل زي هذا لو خرج من البيت والله ما يرجع.
وبكل سهولة بهذا العمر ممكن يستغل أي غرض سيء في الحياة. مو هي الحاجة؟ ما حقول لكم الكلام الشائع اللي نقوله في المجالس إذا ما أنت قد العيال والله لا تجيبهم. لا، في الأخيرة يعني الذرية حاجة كويسة، ويعني الواحد لازم يكون عنده ثقة بالله إنه هذا اللي جاي إن شاء الله بيجي برزقه. بس الكلام في إنه هذا بيجي برزقه واللي عنده عيال مرة تعبان عشان والله عنده عيال كثير، هو الموضوع يعتمد على المجهود اللي أنت قاعد تبذله والأسباب اللي أنت بذلتها أصلا من قبل ما يجوا هم، علما بأنه هذا الطفل لو عدى هذه المرحلة الصعبة بسلام والله هداه وكبر ربما يكون أحد أعظم العظماء. لأن لما نقرأ في سير الأساطير والناس اللي سووا شيء ووصلوا نلقى بدايتهم كانت زي كذا وأخص من كذا. الهداية من الله، يعني ربما تسوي قد ما أنت تسوي والابن يطلع عاق، لكن أنت سوي كل اللي تقدر عليه عشان يوم القيامة أنت تكون أديت جميع الحقوق اللي عليك. إحنا في هذا العصر، في هذا الزمن تحديدا، إحنا ما إحنا في زمن إن ننزل واحد بهذا العمر يروح يبيع ولا يشتغل عند أحد. كم المبلغ اللي يجيبه اللي حيرفع اقتصاد الأسرة؟ ما شاء الله تبارك الله، العالم كله الآن يدار بالعلم. من أبسط حقوق الإبن إنه يتعلم أفضل تعليم، أفضل روضة ابتدائية متوسطة ثانوية، اللغات قد ما يقدر من لغات العالم يتعلم، أنواع العلوم المختلفة في العالم قد ما تقدر تساعدوه إنه يتعلم. مو معقول إحنا قاعدين نقول ننشئ جيل المستقبل ورجال الغد واللي حيقود الأمة والدولة أيا كانت وجاهي، مستحيل إلا لو كانت معجزة. ومعليش أنا آسف حتى لو كان كلامي كثير وأنا لا تزوجت ولا أنجبت، لكن عاصرت وتعايشت وشفت، شفت الناس اللي آباءهم وماتهم فالتينهم أحيانا بيطلع سبحان الله بعضهم جيل للمستقبل فعلا. الظروف الصعبة بتصنع الإنسان غصبا عنه، يمكن هداية من الله أو دعوة، ما أنت عارف إيش اللي صاير معهم، شي ربنا هداه. وبعضهم أو الكثير منهم ضايع لأنه فكر الأب والأم ضيعه، والبعض الآخر ما يبغوا نسمة الهوى تلمس خد الإبن حسس لا يتعور أو يمرض يجيله تلوث من الهواء حق الشارع. وإذا طلب لبن العصفور الساعة 3 في الليل ممكن نحن نسوي حالة استنفار نروح نجيب لبن الدلع الزايد. الدلع الزايد عمره ما بيطلع رجال الغد ولا جيل المستقبل ولا بنات الغد، بيطلع حاجة كده في النص، لا هم بنات الغد ولا رجال الغد. فسبحان الله التوازن في كل شيء في الحياة بيعطيك نتيجة حلوة، التوازن في الدين، التوازن في الأخلاق، التوازن في التعامل مع الناس، حتى في التربية لازم يكون فيه توازن، لازم يكون الواحد يمسك العصاية من النص، لا أنت اللي شاد مرة ولا أنت اللي فالت مرة. ويا مسهل يا كريم، سلام عليكم.